كثير من الناس يقول أنا أحب لإخواني ما أحب لنفسي وأكثر، وإني أجبر خواطرهم وأتلمس حاجاتهم وأبحث الحقيقة عن الشيء الذي يسعدهم فأفعله. جبر الخواطر يا جماعة من أجل الأعمال، ولذلك من سار في الناس جابر للخواطر أدركته العناية ولو كان في جوف المخاطر. وقل بلسان قلبك: اللهم يا جبار السماوات والأرض أجبر خاطري جبرا يليق بجلالك. هذا عمل مبارك يدخلك الجنة. ولذلك الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أريد الجنة، قال: أحب للناس ما تحبه لنفسك، حب لإخوانك ما تحب لنفسك تدخل الجنة. وجبر الخواطر ومراعاة ظروف الناس وقلوبهم والمسح على كسرهم من أجل الأعمال. اللهم اجبر خواطرنا واجبر كسر قلوبنا يا ربنا يا جابر السماوات والأرض وجبارها.